FADIC offers a variety of international online trainings accredited by FADIC and provided by well-reputed professionals in the field, which means that you can always keep up with the latest topics in your specialty wherever you are and whenever you need it. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا مع ميني كورس جديد من FADIC عن الـ Interpretation of Clinical Trials أو How to Read and Understand the Clinical Trials. بداية أحب أعرفكم بنفسي، معاكم دكتورة رشا عبد السلام، Board Certified Pharmacotherapy و Add Qualification Infectious Disease، ومعايا ماستر في الكلينيكال فارماسي و Antimicrobial Stewardship Certification من SIDB، ويمكن ساهمت السنة دي في الـ Item Writing في الإكزام بتاع البورد الأمريكي بتاع الـ Infectious Disease 2018 وفي كتاب المساب As a Reviewer. فأنا حابة بصراحة أن أنا قبل أبدأ المقدمة الصغيرة بتاعتي أن أنا أعرفكم على حاجة مهمة جدا، وهي أهمية أن الواحد يعرف يقرأ صح أي clinical trials قبله، أهمية أن يكون فاهم لو في دواء تعمل له approval تعمل له إزاي وإيه الفيسس اللي هو عدى بيها وهو أثناء عملية الأبروفال. هل الدواء ده تعمل عليه فيس 1 فيس 2 ولا فيس 2 3؟ ايه الدراسات اللي اتعملت على الدواء؟ لما بيجي لنا اي دواء جديد بيكون ابروفد في المستشفيات او في الصيدليات، دايما الشركه اللي بتبقى منتجه الدواء دوت بتجيب معاه الكتيب بتاعه او بتجيب معاه مجموعه الابحاث اللي اتعملت على الدواء ده عشان اعرف انا ادرسها واخد قرار اذا كنت هدخل الدواء ده عندي في المستشفى او في المكان ولا لا. فمهم ان احنا نكون فاهمين الكلينيكال ترايلز، اي دراسات اي حاجه بنشوفها على البوب ميد مهم ان احنا نكون فاهمين يعني ايه كلينيكال ترايلز وازاي نعملها انتربريتيشن بشكل صحيح. لو بنشوف حاجه على البوب ميد، لو احنا داخلين في ريسيرش بيبر، لو احنا داخلين في اي اكتيفيتي، مهم ان احنا نعرف هاو تو ريد اند اندرستاند ذا كلينيكال ترايلز. والاهم من كل ده ان احنا نعرف بتتكون من ايه عشان نبقى فاهمينها صح. البرنامج بتاعنا او الميني كورس الصغير هيكون فيه مجموعه متميزه جدا من الليكتشرز. اول حاجه هيكون فيها مجموعه ديفينيشنز رائعه جدا عن الكلينيكال ترايل، ويعني ايه اصلا ترايل، ويعني ايه الفرق بينها وبين الكلينيكال ريسيرش، حاجه رائعه جدا هنعرف بيها نميز المصطلحات مع بعضها اللي احنا بنشوفها كتير وبتتقال قدامنا كتير ما بنبقاش فاهمينها. عايزين نتعلم كمان هاو تو ايفالويت الليتريتشرز، يعني انا بيكون عندي مجموعه من الليتريتشرز ايه هي انواعها، وامتى انا كباحث علمي او امتى انا كصيدلي او امتى انا كحد بيعمل في المجال الطبي وايفر طبيب ولا اي حد بيعمل في المجال الطبي، هاو تو انتربريت الكلينيكال ترايلز وازاي ان انا ادور في الليتريتشرز المختلفه. فمهم جدا هاو تو ايفالويت الليتريتشرز اللي موجوده قدامي عشان اعرف اخد فيها جايدد ديسيجن بشكل صحيح. من ضمن الكونتنت او سيشنز اللي هنشوفها في الكلينيكال ترايلز، وهو الكونتنت اوف كلينيكال ترايلز والديفينيشن بتاع كل كونتنت وايه اهميه وجود كل كونتنت. الكونتنت ديت كل كلينيكال ترايل بيكون فيها شكل او هيكل بيكون متشابه ما بين الكلينيكال ترايلز وبعضها، دي بقدر اعمل انتربريتيشن للكلينيكال ترايلز. فمهم ان احنا نتعلم الكونتنت بتاعه الكلينيكال ترايل. بعد كده هنشوف الاكسبيرمنتال ستادي ديزاينز المختلفه. انا عندي ستادي ديزاينز كتير جدا، انا وانا بعمل اي ستادي عندي بيكون ليه طريقه او ميثودولوجي انا مشيت عليها. فمهم ان احنا نعرف الميثودولوجيز المختلفه بتاعه الستادي ديزاين وانواع الستادي ديزاين، وامتى اقول على دي انها سيستماتيك ريفيو وامتى ناريتيف ريفيو وامتى ميتا اناليسيس وامتى ار سي تي او راندمايز كنترول ترايل، امتى وامتى هنعرف. هناخد كده نظره سريعه عن الستادي ديزاينز وانواعها. بعد كده هنتكلم في موضوع مهم جدا وهو الانترنال والاكسترنال فاليديتي، حاجه مهمه جدا بعمل بيها فاليديشن للستادي بتاعتي، وهي الانترنال اللي هي مدى صلاحيه الستادي انها تديني النتيجه، والاكسترنال فاليديتي اللي هي مدى صلاحيتها او مدى قابليتها انها توافق فعلا. لو انا واخده سامبل معينه وطلعت نتيجه معينه مثلا لماس كنترول ترايل وخدت راندوم سامبل، ازاي في الاخر اقدر اعمل جنرالايز للسامبل دي ان هي تمثل ذا هول بوبيوليشن، او اعملها جنرالايز للشغل بتاعي بتاع الصيدلي ده واقدر اعممه لو تريتمنت معين، لو ميثودولوجي جديده في علاج معين، لو بروتوكول جديد. مهم جدا هنعرف الديفينيشنز دي ونعرف ازاي نعملها ايفالويشن في الكلينيكال ترايل. بعد كده هنلاقي عندنا بعض المصطلحات المهمه اللي بتتكرر قدامنا كتير جدا زي الفايز وانواع الفايز او الانحراف او الانحياز.
والكونفاوندنج فاكتورز، يعني بيكون عندي بعض الكونفاوندنج فاكتورز اللي بتأثر على النتائج بتاعة الدراسات بتاعتي. فالمهم ان احنا نكون عارفينها عشان لما تتكرر قدامنا ونشوفها كتير في الاستادز المختلفة والكلينيكال ترايلز المختلفة، المهم ان احنا تو اندرستاند الديفينيشن بتاعة البايز والكونفاوندنج والانواع المختلفة من البايز. هنتكلم برضو في مجموعة من الديفينيشنز اللي بنشوفها كتير جدا بنعمل عليها كريتيك، يمكن احنا قابلنا الكلام ده في برنامج الإفيدنس بيز ميديسن واللي هو الطب المبني على الأدلة، واحنا درسناه كتير جدا وانا كده قعدت فيه تفحص فيه كتير جدا أثناء دراستي دي الإفيدنس بيز ميديسن والجمعية السعودية للطب المبني على الأدلة. بس بجد فعلا كان ليه أثر إن احنا نفهم كويس إيه السيركمستانسز اللي حصلت فيها الستادز دي وأعرف أعملها إيفالويشن. عندي مصطلحات بتتكرر قدامي كتير زي الإنستنس والبريفالنس، مهم إن أنا أعرف الفرق ما بينهم واعرف ازاي اعرف افهم الدلاله بتاعتها، مش مجرد انا فاهم الفرق بس انا مش فاهم الدلاله بتاعتها ايه على الاستاديو وعلى البوبيوليشنز الموجودين عندي في الاستاديو. بعد كده هنختم البرنامج بتاعنا بحاجتين انا شايفه ان هما غايه في الاهميه وهتفرق كتير جدا اي حد عاوز يستفيد في الكلينيكال ترايلز. اول حاجه فيهم اللي هي ذا توب 10 كلينيكال ترايل ويب سايتس، هنشوف الويب سايتس المختلفه اللي تعتبر ريفرنس او ريسورسز للكلينيكال ترايلز، الحاجات اللي بتعمل ريجستري للكلينيكال ترايلز على مستوى العالم، ومنها في حاجات منها موجوده في العالم العربي وفي حاجات منها موجوده بره. بس مهم جدا هنعرف ان اي كلينيكال ترايل بتعمل لها حاجه اسمها ريجستري، انا بعمل ريجستريشن للكلينيكال ترايل ديت وبحطها بحيث ان هي تكون لما انا اشوف الستاتس بتاعها او بدور في الويب سايتس دي اشوف هل هي اونجوينج ولا هل هي وقفت ولا هل هي كملت، ابقى فاهم الستيتس بتاع الكلينيكال ترايل ديت وهل وصلوا فعلا الحاجه اللي هم بيدوروا عليها ولا لا. مجموعه مهمه جدا من الريسورسز والويب سايت اللي بنصح الجميع ان هو على الاقل يكون عارفها عشان يبقى عارف لو حب يدور على كلينيكال ترايل هيدور فين وايه المصادر اللي ممكن يرجع ليها عشان يشوف الكلينيكال ترايلز الموجوده على مستوى العالم ويقدر بيها يشوف الحاجات الابديتس والادويه الجديده والترايلز اللي شغاله حاليا بشكل currently او up to date. بعد كده هننهي البرنامج بتاعنا بحاجة رائعة جدا وهي Faces of Clinical Trial. أي مستحضر، أي دواء، أي حاجة بتعدي على مستحضر دوائي بيعدي على مجموعة من الفيسز المختلفة عشان نضمن إن هو لما يستخدم يؤثر على أو يدي الإفكت بتاعه المظبوط يكون بشكل سيف أو بدون سايد إفكت. هنتعلم دوت من خلال Faces of Clinical Trials ونشوف انواع الفيسز، ومنها نقدر لما نشوف اي دواء قدامنا او يجي لنا اي شركه جديده منتجه دواء جديد واحنا بنشوف الحاجات بتاعه الدواء نعرف الدواء ده ابروفد فيس 1 وفيس 2، عدى فيس 1 2 ولا فيس 3 ولا خد بوست ماركتنج بريفالنس. هنشوف الحاجات دي كلها علشان منها نقدر نكون فاهمين اي كلينيكال ترايل هتقابلنا على الاونلاين ميديا او اي حاجه قدامنا ليها علاقه بالكلينيكال ترايل يكون فاهمين how to read and understand the clinical trial effectively. أتمنى إن شاء الله بإذن الله البرنامج يستفيد من كل اللي بيسمعونا، ويا رب دايما بالتوفيق والتميز على الجميع. FATIC, revive your clinical career.